مصر تشق إفريقيا، معلومات مهمة في صناعة المجد ننشرها لحضراتكم بالتفاصيل. وخبر صار جدا لكل المصريين، الأرصاد بتكشف موعد انتهاء موجة الطقس الحار وانخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وهم منذ قليل الحكومة تكشف حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك. وبردنا الآن حكما نهائيا على مرتضى منصور بشأن قضية سب محمود الخطيب. وعاجل تعديل موعد امتحانات نهاية العام، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل في هذا الفيديو لألف أعجبني أو لايك. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر ونبدأ مع بعض في تفاصيل الأخبار. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وكيف تكون صناعة المجد. يعد طريق القاهرة كيب تاون أحد المشروعات التنموية الحديثة الذي تسعى مصر لإتمامه، كونه يهدف لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الإفريقية. فهو أطول طريق بري يربط بين شمال إفريقيا وجنوبها، يبلغ طوله نحو 9700 كيلومتر، وأعلنت عنه الحكومة منتصف عام 2015. يبدأ طريق كيب تاون من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالقاهرة إلى السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى جنوب إفريقيا. ويهدف الطريق لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا من خلال تسهيل النقل البري بين تلك الدول، إذ يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التي يمر به الطريق في زمن قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورا. وكان قد أعلن وزير النقل السابق هشام عرفات في فبراير 2019 انتهاء الجزء الخاص بمصر في الطريق حتى حدود السودان، أكد حين ذاك أنه أصبح جاهزا للعمل، لافتا إلى أن هناك نحو 500 كيلومتر في المنطقة بين جنوب السودان وتنزانيا غير مكتملة في الطريق ويتم العمل على التجهيز. تنفذ شركة المقاولون العرب جزئين من الطرق بين إثيوبيا وكينيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى البالغة 95 كيلومتر، فيما يتم العمل حاليا على الانتهاء من المرحلة الثانية التي تقدر ب 74 كيلومتر. وكان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له في ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 الذي أقيم بشرم الشيخ إلى الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان، مطالبا بتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري. طبعا طريق القاهرة كيب تاون يعني طريق مهم جدا في التجارة العالمية، هيكون تاني أطول طريق في العالم يربط بين الدول الإفريقية من القاهرة عاصمة مصر إلى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا. نتمنى إن شاء الله يعني إتمام هذا المشروع على خير، لأنه هيبقى زي ما بيقولوا فتحة خير على دول القارة الإفريقية. أترك لكم التعليق على هذا الموضوع المهم، وننتقل مع بعض لأول خبر مهم معانا. خبر صار لكل المصريين، الأرصاد بتكشف موعد انتهاء موجة الطقس الحار. تصدرت درجات الحرارة الآن قائمة محل بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الحالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحارة التي تمر بها مصر. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر إلى موجة حارة وأجواء شديدة الحرارة خلال 48 ساعة الحالية. تصل درجات الحرارة في القاهرة 38 درجة، كما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة. وسجلت درجات الحرارة في القاهرة 39 درجة والإسكندرية 36 درجة وأسوان 41 درجة والأقصر 41 درجة. وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى 48 ساعة المقبلة،
بسبب تأثر الطقس بكتل هوائية جنوبية مع امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. أضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات صحفية أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يصل ما بين 38 و39 درجة مئوية. قالت أن اليوم الخميس 7 إبريل هيبدأ بعديه الانخفاض النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل. إن شاء الله يعني نتمنى في هذا الشهر الفضيل يكون معظم أيام هذا الشهر الفضيل درجات معتدلة ومش حارة إن شاء الله. المصدر معانا كان من صحيفة الدستور، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وانخفاض مفاجئ بأسعار الدواجن والبيض بالأسواق. وتواصل أسعار الدواجن انخفاضها في الأسواق المحلية، وهو ما يشير لتوقعات إيجابية الفترة القادمة، حيث تراجعت أسعار الدواجن 3 جنيه. وتقوم الأجهزة الرقابية بالدولة بالتعاون مع عدد من الهيئات المعنية بحملات لضبط الأسعار وأسعار الدواجن بعد موجة الغلاء الموجودة. عاوز أقول لحضراتكم أسعار الدواجن في مصر في الوقت الحالي، سجلت أسعار الفراخ البيضاء 33 جنيه سعر المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 37 جنيه، وقد وصلت الفترة الماضية أسعار الدواجن ل 41 جنيه للمستهلك. وسجلت أسعار الفراخ الساسو 37 و38 جنيه في المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك 40 جنيه، وقد سجلت الفترة الماضية 43 و44 جنيه للمستهلك. وسجلت أسعار الفراخ البلدي 40 جنيه، ويصل سعرها للمستهلك 43 جنيه، وقد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وصل ل 46 جنيه و47 جنيه. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات صحفية ان اسعار الاعلاف هي المتحكم الرئيسي في اسعار الدواجن، لذلك عندما انخفضت اسعارها صاحبها بالتوازي انخفاض في اسعار الدواجن، لافتا الى انه يتم مناقشة هذا الامر في مجلس النواب لتوفير مستلزمات الانتاج الخاصة بالاعلاف محليا. وضح صعوبة الأمر وأنه يحتاج إلى تفعيل آليات للتصنيع محليا، وأشار إلى أننا نستورد 80% من الأعلاف، وهي نسبة ضخمة. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وردنا الآن الحكم النهائي على مرتضى منصور بشأن قضية سب محمود الخطيب. نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانا يفيد بحصول مرتضى منصور رئيس النادي على حكم بالبراءة في قضية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وجاء نص البيان كالتالي: أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار أدهم فهيم وعضوية السادة المستشارين وليد أبو الحسن ومحمود البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من إزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرون، وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجرحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينة حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضى منصور من إزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام منذ قليل: الحكومة تكشف حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم نشره من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، وقالت أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان. وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزاميا وليس اختياريا، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.
مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض التفاصيل. خبر مهم آخر معانا وعاجل، تعديل موعد امتحانات نهاية العام. وأعلنت بعض المديريات التعليمية جداول مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 22. أظهرت الجداول التي أعلنتها بعض المديريات التعليمية تغييرا في موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي حددتها الوزارة سابقا في بيانات رسمية بتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت من قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 21-22 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية واللغات والخاصة اللغات. وبدأت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 19 فبراير 22 وهتنتهي يوم الخميس 9 يونيو 22. وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية 7 مايو المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 21-22. وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية أيضا السبت 7 مايو 22. وحددت الخريطة الزمنية موعد امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة حيث تعقد يوم السبت 11 يونيو 22. وتعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 22. إما الامتحانات العملية في يوم السبت 11-6-22. بالنسبة لامتحانات النقل، شهدت جداول الامتحانات في المحافظات تغييرا في مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بخلاف ما جاء في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 22، وذلك على النحو التالي. حددت الخريطة الزمنية موعد انطلاق الامتحانات لنهاية العام لصفوف النقل 7 مايو 22، بينما أعلنت المديريات انطلاق الامتحانات 26 إبريل الحالي لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية. وبالنسبة للشهادة الإعدادية، شهدت مواعيد الامتحانات تغييرا في امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية والتي كان من المقرر لها أن تبدأ 7 مايو، غير أن جداول المديريات التعليمية حددت موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 14 مايو 22، أي بعد الموعد المحدد بنحو أسبوع. بالنسبة للدبلومات الفنية، وحددت الخريطة الزمنية مواعيد إجراء الامتحانات النظرية الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 22، إما الامتحانات العملية في يوم السبت 11-6-22، في حين أن الجدول النهائي للوزارة أعلن بدء الامتحانات 28 مايو 22. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذه كانت أهم الأخبار معانا في الوقت الحالي. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.